مرة أنا أحضر هذه الطبعة، فالحقيقة يعني أقولها يعني لمست حسن التنظيم أولا، ولمست أن هناك كانت جدية في التحضير وكانت جدية في التقييم من خلال تخصيص لجنة تحكيم مختصة، وكانت هنا والدليل أن الفائزين لم يكونوا فقط من أضرار. وأن أشكر والدي وشكرا خاصا لهما، وأحب أن أشكر ديوان مؤسسة الشباب على تنظيم هذه المسابقة وكل من دعمني على الفوز والوصول إلى هذا المستوى، وأحب أن أشكر معلمتي التي لولاها لما وصلت إلى هذا المستوى. فهذه المسابقة بالنسبة لي كتجربة جميلة وفرصة لإبراز مواهب الشباب الدفينة، مواهب كانت في القمة وهم بمثابة إعلامي المستقبل. فشكر خاص للجنة المشرفة على ذلك وديوان وفريق تنظيم ديوان مؤسسات الشباب لولاية أضرار، كما لا أنسى من دعموني من أصدقاء وأقارب وحتى متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني كانت مسابقة جد ورائعة، خصوصا وأنها كانت على عبر مختلف ربوع الوطن، وتعرفنا على ناس وتبادلنا أفكار مختلفة وانتقادات وتشجيعات. هذه هي أجواء المسابقة. مسابقة ولا حقيقة هي إبراز المواهب الكامنة هنا، خاصة بمناطق الجنوبية وككل ربوع الوطن. هذه المواهب مش تقتصر على الوطن، بل تعدت الحدود لتصل إلى العالمية، هذا بفضل صبغتها الإلكترونية هذا العام. شاركت في مسابقة الإلقاء والتنشيط، هذه المسابقة التي نظمها الديوان مؤسسات الشباب الذي ضمت 9 دول تقريبا وبعض ولايات الوطن، فكانت المشاركة جد ممتازة وممتعة، كانت تجربة رائعة مع المتسابقين، أيضا مع الفائزين كان لنا صدر الرحب لأن نلتقي بهم وأن نحاورهم في هذا المجال، ونحمد الله على كل حال والحمد لله أنها كانت فرصة لنا أن نشارك في هذه المسابقة وفي هذه الطبعة الرابعة من مسابقة الصوت الذهبي. والله كان الجو تنافس جد كبير مع الإخوة والأخوات من هنا من الوطن ومن خارج الوطن، الحمد لله هذه التظاهرات جمعتنا مع بعض، تقاسمنا وتبادلنا أفكار، تبادلنا معلومات، تبادلنا وتلاقينا بقارئات من مختلف الولايات وأيضا منشطين وأيضا منشدين.